السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الله يحييكم حياة كافية ووافية اخوياني متابعي قناة الصيد والمقناص. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إن شاء الله وإياكم في هذا الموسم، موسم خير وبركة. قبل لا للجميع. نبدأ موضوعنا من صميم القلب لكم كل الشكر والمحبة بوصولنا اليوم إلى رقم 8000 مشترك. هذا الرقم وصلناه بذمتكم وجودكم معاي، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل، حياكم الله. خوياني في موضوعنا اليوم موضوع مهم ونتمنى منكم إن شاء الله التركيز عليه، وكثير من الأخوة الطواريح اللي يواجه هاي المشكلة في موسم المقناص. العقاب أوقات يجيك رحمة وأوقات يجيك نغمة مشكلة. بعض من الطواريح يقول العنين بوك عقاب والله ما لومه، وبعضهم من يقوسه ويقتله، لكن هي من أخلاق الطاروح أنه يقتل طير. إذا كان لك قسمة بدك تاكل قسمتك مهما شئت ومهما نبيت، وإذا ما كان لك قسمة مهما حاولت مهما قدمت من جهد من قوة من استطاعة ما لك قسمة، اللي عليك ساوي والباقي على الله عز وجل. هاي الحادثة تحصل ويا كثير من الطواريح. وقبل يومين مع أخويان لي سوريين قانصين في السعودية كذلك الأمر حصلت معاهم، وبسبب العقاب ما تم طرح الشاهين للأسف. كيف نتفادى هذا الأمر أو هاي المشكلة؟ مثل ما نقول بعض من أخويان يقول لي كيف العقاب يجينا رحمة؟ يجينا رحمة طال عمركم لكنت محمل طير أو شاهين حمامة وضف هالطير أو الشاهين. بعض من الطيور خوياني طيور طيبة وافية وجسرة مثل ما نقول ومجهمة، وبعضها شرسة، لا حست حالها تنطرد، لا حست حالها في طيور في السماء بدها تشلحها الصيدة، تلاقي الطير يضف الحمامة يخبيها بين كفوفه بشرواله، تلاقي الشاهين يفرش ديله على مثل ما نقول الطعم او الحمامه اللي انت قدمته يخبيها بشرواله، واذا ضفها يرتفع المسافات عاليه يطير باريحيه، مما يسبب كثير من ضياع الشاهين، كون الشاهين يرتفع ارتفاعات عاليه، ومن بعض من الشواهين او الطيور الطيبه ياكل الحمام في الجو. فالعقاب خويان هين بهالامر هذا، اذا ما كان عندك سلاح. كثير من الطواريح يدعي يقول يا الله بعقاب من السماء، يا الله عقاب من السماء. كون الشاهين خوياني او الطير يخاف من العقاب، يخاف من الطير اللي اكبر منه حجم لانه يشلح صيدته، ودايم العقاب يرافق الطير حتى يشلح صيدته، لان اغلب العقبان تاخذ علفها او طعمها او اكلها من وراء طيور الشاهين او الحر. فإذا جاء عقاب للطير وطيرك ضاف حمامة بين شرواله وما عاد تقدر تنزل هالحمامة، سبحان الله العقاب بهالوقت هذا يجيك رحمة، فتلاقي الطير إذا قرب عليه عقاب وبلش يكافخه يضربه فتلاقيه رمى الحمامة من رجله. إذا كان الطير معلق بكفوفه صابعه معلق ورمى الحمامة، فورا راح تنفصل الحمامة عن الطير وتبقى الشبكة برجل الطير، وراح يختل توازن الطير ويسقط للأرض مباشرة ويتم طرحه بكل سهولة. الحالة الثانية اللي يستخدمها الطواريح بهذا الأمر إذا ضف الطير أو الشاهين هو السلاح. السلاح ضال عمركم يضربون يعني مسافات قريبة للطير، المهم أنها يفزعه، المهم أنه حتى يرميه الصيدة من رجله حتى إن شاء الله يصطاده. الأمر الثاني خوياني اللي هو نغمة، اللي هو مشكلة، وهاي المشكلة اللي تواجه كثير من الأخوة الطواريح في موسم المقناص. يوم أن الله عز وجل يقسم لك طير أو مثل ما نقول شاهين، فتباشر تعطيه من الطعوم اللي عندك سواء كان حمام ولا قمري ولا قطة ولا أي شيء موجود عندك، هدي الطير معاك، بعدها تلاقي الطير ما عاد يهد. فأنت انظر حوالي الطير راح تشوف العقاب سواء كان قريب عليه أو في السماء. فش أغلب الشاهين أو الطير يعني يخاف من العقاب ويخاف من الجوارح الأكبر منه، وبعضهم سبحان الله جسرات قويات شرسات وحوش ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يجعل وحوش من نصيبكم الوافيات الكاملات النادرات، ما تخاف من العقاب وتشيل صيدتها من قدام العقاب، لكن أغلبيتهم سبحان الله ما يهدن خوف من العقاب. وهاي الحادثة سبحان الله حصلت مع أخويان لي قانصين في السعودية،
سبحان الله خبروني انهم قدموا عليهم، لكن اول مره هد الشاهين بعدها ما هد بسبب تواجد اكثر من عقاب في المنطقه. فحاولوا مع الشاهين بغوا ساعه، بسبب العقبان ما قدروا يطرحون الشاهين، والشاهين ما هد معاهم، من ثم تابعهم وللاسف ما تم نصيبهم. خوياني اذا مرت هالامر او هالحاله معاكم، افضل طريقه ان شاء الله انكم تتصرفون بيها. اذا كان طيرك او اذا كان الشاهين نازل على الارض على عمود او على ارض، او طاير يحوم يدور له صيده، اعطيته هدو الطير معاك اول مره لكن ما علق، بعدها اذا شفته ما هد لكن رايد الصيده، اذا جاء عقاب كان العقاب قريب عليه حواليه فوقيته ما راح يهد، حاول انك تفصل بينك وبين العقاب. بعض من العقبان تنزل على الارض مثلها مثل الشاهين، يبقى عن الشاهين امتار، فانت ما راح تقدر تتصرف بشيء بهالحاله هاي الا انك تحاول تعزل الطير عن العقاب، وتحاول انك تكون بيناتهم اذا نزل العقاب على الارض، وحاول انك تعطي العقاب حمامه قطايه اللي هو، المهم انك تلهي العقاب عن الشاهين. اذا طار الشاهين وابعد وما شال الطعم اللي انت قدمت له يا طال عمرك، تابع مع الشاهين واترك الصيدة وراك، حتى العقاب راح يرجع للصيدة الاولية ويقتلها ويلتهي فيها. اذا كان في اكثر من عقاب، حاول انك تكثر من الطعوم بالارض وتلهي العقبان فيهم. اذا نزل الشاهين على الارض او على عمود كهرب مثل ما نقول، كذلك الامر نفس الطريقه، تحاول المهم انك تفصل بين العقاب والشاهين حتى تبعد العقاب، واذا تم ابتعاد العقاب عن الشاهين مثل ما نقول مسافه ليست بالبعيده كثير، حاول انك تفزعه، حاول انك تطلق عليه نار لكن ما تقتله، لان حرام قتله، حرام مثل ما نقول مين من اخلاق الصياد انه يقتل عقاب. وكثير من الاخوه الطواريح اللي ان شاء الله نتمنى يسمعون هالنصيحه، كثير منهم اللي يرمي نقل ويعلق فيه عقاب، تلاقيه يمسك العقاب يا اما ينتف ريشه يا اما سبحان الله يساوي فيه العمايل. والله هاي مي من اخلاق صياد ولا هي من اخلاق طروح، هاي مي من الاخلاق اللي تربينا عليها واللي اكتسبناها من الطواريح القدامى، بارك الله في منهم طيبين وفي منهم انتقلوا رحمه الله الله يرحمهم. احنا تعلمنا الاخلاق الطيبه، القانوص واجب يكون عنده اخلاق، هذا طير سبحان الله حيوان وش فهمه، وهو عنده غريزه، ما عنده عقل مثل العقل اللي عندك انت، عقل بشري حتى يدرك الامور هاي كليات. فاخوياني المهم انك تحاول تفصل العقاب عن طيرك. النقل كثير ما يهد عليه العقاب، لا فصلت بينك وبين الشاهين، اعطي العقاب نقل وخله يلتهي فيه، خله يعلق فيه ما عليش، المهم انه ينفصل عن الشاهين. هاي امر او هذا الامر رجع فيه كثير من الاخوه الطواريه، وان شاء الله ما يصادفكم عقاب الا يكون طيركم ضاف حتى ينزله الحمامه من تحت. خوياني العقبان انواع كثيره، في منها الحجم الكبير وفي منها الصغير. اذا كان طيرك علق او شاهين علق، حاول باقصى سرعه انك تقرب للشاهين حتى ما يضربه العقاب، ضربه العقاب طال عمركم بشعه، لان العقاب اول نزلته على الطير راح يضربه بكفوفه، وكفوف العقاب اذا كان عقاب كبير، احنا اخوياكم بسوريه في مصطلحات نسميها قد يعني لا تكون معروفه لبعض الخويان الطواريح، في بعض من العقبان يا طويل العمر نسميها ابو سكه، هذا حجمه كبير يعني ضربته بشعه جدا، لا ضرب طير عوره يعني سبحان الله مشكله. فحاول انك فورا تقرب للطير اذا كان معلق، واذا جاه عقاب حاول انك تبعد العقاب عنه باقصى يعني سرعه حتى لا يعور لك طيرك، ولا حتى لا تقع مشاكل ان شاء الله. فهلكم النوادر ان شاء الله بهذا الموسم، واي موضوع احنا جاهزين ان شاء الله نقدمه لكم. ننتظر الاخبار، ننتظر المكاتيب والعلوم الطيبه اللي تخبرونا بها ان شاء الله. ما شاء الله تصلنا الاخبار الطرح من خوياننا في الاردن،
في ليبيا، في المملكة العربية السعودية، من العراق، من الأخوة في اليمن. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إن شاء الله وإياكم بالطير النادر اللي يسر الخاطر ويسر القلب أينما كنتم، حياكم الله.